نعم، لنبدأ الحديث من شعار المنتدى وهو العودة معا، العودة من جائحة كورونا، وهو ما يكشف إلى أي مدى يحظى هذا الملف بأولوية على أجندة فعاليات هذا المنتدى، حيث يناقش في العادة منتدى شباب العالم عدة ملفات وموضوعات مهمة على رأسها قضايا السلام والتنمية والإبداع. لكن بالطبع وباء كورونا فرض نفسه على هذه النسخة الرابعة التي انطلقت اليوم في مدينة شرم الشيخ بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالإضافة إلى قضايا أخرى أيضا ملحة فرضت نفسها كقضية التغير المناخي والتحديات المتعلقة بالتكيف مع مظاهر التغير المناخي. بالطبع هناك موضوعات مهمة ستناقش على مدار الأيام الأربعة للمنتدى من خلال جلسات وورش عمل تراعى فيها كافة التدابير الاحترازية التي استخدمت فيها تقنيات غير مسبوقة في المنتدى في النسخ الماضية، من حيث استخدام روبوتات متطورة للكشف والاحتراز من المصابين، بالطبع الكشف عن فيروس كورونا في المشاركين في هذا المنتدى، وهو بالطبع يضم أعداد كبيرة من المشاركين سواء من الشباب المشارك أو من الشخصيات العامة على المستوى الدولي المشاركة في هذا المنتدى، حيث تأكد بالفعل مشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وكذلك الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط ولفيف من ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية المشاركين في هذا المنتدى. بالطبع هناك معايير مهمة لاختيار الشباب المشاركين. المنتدى تلقى منذ شهر نوفمبر عندما فتح باب التسجيل في هذا المنتدى تلقى أكثر من نصف مليون طلب للمشاركة من شباب العالم باعتباره منصة فتية تحظى باهتمام دولي وتقدير دولي بعد اعتراف الأمم المتحدة بهذا المنتدى كمنصة حوار شبابي دولية تعمل على مناقشة قضايا السلام والتنمية والتحديات المختلفة التي تواجه الأوطان وتواجه أيضا العالم بشكل عام. من شرم الشيخ مراسلنا أحمد مهران، شكرا لك.